الرحلة التي استقلتها نساء أستراليات من مطار حمد الدولي بالدوحة أوائل الشهر حملت لهن ما لم يكن في الحسبان، فالنساء خضعن لفحص طبي مفاجئ وإلزامي، ليس فحص كورونا ونحن في زمن الوباء، بل فحص نسائي دقيق لمعرفة ما إذا كانت إحداهن قد وضعت مولوداً منذ دقائق بعد أن عثر على رضيع مجهول الهوية في المطار، الأمر الذي دفع بالسلطات الأسترالية للتحرك والاحتجاج دبلوماسياً قبل إحالة الملف للشرطة الاتحادية الأسترالية. أستراليا تأخذ هذه الحادثة على محمل الجد بشكل كبير. تواصلنا مع السلطات القطرية ونحن بانتظار استلام تقرير بشأن الواقعة. ما زالت التحريات جارية مع المتضررات مما جرى، وقد أحلنا المسألة للشرطة الاتحادية. فهذه الحادثة مقلقة ومهينة بشكل فادح جدا. لم أرى مثل هذا في حياتي في أي سياق كان. أحد ركاب الطائرة قال إن النساء أجبرن على النزول من الطائرة بصرف النظر عن أعمارهن، ووصف مدى استيائهن لدى عودتهن بعد أن خضعن لفحص طبي نسائي على حد وصفهن، حتى إن إحداهن وهي أصغر من سواها في السن كانت تذرف الدموع لدى عودتها إلى متن الطائرة. هذه حادثة غير عادية. أظن أننا أوضحنا جيداً للسلطات القطرية مدى قلقنا إزاء الواقعة، ونحن بانتظار استلام تقرير بشأنها فور توفره، وأظن أن قطر باتت تدرك جيداً موقفنا. وفيما لا تزال النساء يخضعن للرعاية الصحية اللازمة خلال تواجدهن في الحجر الصحي بسبب كورونا، أشار بيان صادر عن مطار حمد بالدوحة إلى عدم تحديد هوية الرضيع بعد، وإلى مطالبات بالعثور على الوالدة من أجل ترحيلها، من دون أن تقدم الدوحة رداً على الموقف الأسترالي الممتعد من هذه الممارسات.